هبة أنا ما أمزح، من هنا الساعتين إذا ما ردت أنا جاي أخذك لها. لا لا خالي الله يخليك، ترى والله أنا مرة خايفة. أنت تجنيتي؟ تحسبين أنا ممكن أخاطر فيك لو كان في 1% خطر عليك من ذي الزيارة؟ هبة تذكرين يوم كنت تعبانة؟ شهد اللي هي بنت البهي الثاني جت لك البيت وما خافت من شيء. إي خالي هذيك شهد، شهد غير وأنا غير. أقول لك لا تخافين، أصلا هم راح يعرفون أنت من، ولا أقول لك خلاص إذا أنت خايفة لذي الدرجة أنا بروح بنفسي. إيش؟ لا لا خالي إيش اللي تروح أنت بنفسك، ما يصير. أقول لك خلاص ما بنقاش، شهد ما راح أتركها الحالة. طيب اسمعني خالي، اسمعني بس دقيقة، أنا عندي اقتراح مرة أحسن. إيش رأيك أدق عليها مرة ثانية وإذا ما ردت خلاص أكيد بروح معك. أوكي طيب سلام. انت وين كنتي؟ كلمتك 100 مره ما رديت علي، خير وش صار معك؟ طمنيني. ممكن تهدى شوي؟ عطني فرصه اشرح لك. شهدتك فين؟ انا قلبي نار عليك. تعبانه يا فهد. خير؟ وش اللي متعبك؟ ما ادري، احس ماني بقادر اتكلم مع احد. احد؟ انا تعتبريني احد؟ احس صوتي راح خلاص يا فهد، ما عاد عندي كلام أقوله. هذه هبة. ما عليك منها، لا تردين، أنا بكلمها بعدين. اتصلت علي كثير بس ما قدرت أرد عليها. ما عليك، أنا قلت لها تكلمك أصلا، وإذا ما ردت عليها الحين كنت راح أخذها ونجيك البيت. بيتنا؟ إيه بيتكم، لا تستغربين، أنا ما راح أقعد هنا وأنا ما أدري عنك شيء ومختفية. زين فهميني وش اللي صاير بالضبط؟ تذكر أخوي يوسف؟ إيه طبعاً أذكره، الإرهاب اللي جاء معكم في رمضان وفطرته هنا. خير؟ وش صاير؟ طلع مو بأخوي. نعم؟ كيف يعني مو بأخوه؟ ما أدري. شهد تكفين ركزي معي شوي، كيف يعني مو بأخوك؟ طلع واحد نصاب، كان خاطف أخوي الحقيقي ودخل علينا ولعب دوره. يعني كنت عايشة في نفس البيت مع رجال غريب؟ ما كنت أدري، ما كنت عارف أنه غريب. يا سلام، روحات وجيات وعشاء وشاهي وقهوة، حياة كاملة، كل هذا ما كنت تدري أنه رجال غريب؟ شو بيدي يعني؟ أنت شلون تتعامل مع أخوانك في البيت؟ تتعامل معهم كأنهم أغراب؟ لا عاملهم اخواني لانهم صدق اخواني، مو مثل هذا الغريب النصاب. وانت بس هذا اللي همك؟ اني تعاملت مع واحد غريب ونصاب؟ كنت احس باخوي عادي يعني، الحين طلعت بنت سيئه؟ طلعت بنت سمعتي مبزينه؟ العموم شوف لك واحده تناسبك. لحظه وين رايحه؟